Je te dis bonjour. Tu me dis bonjour. On se dit bonjour et bonne journée. Je te dis au revoir. Tu me dis au revoir. On se dit au revoir et à bientôt. مرحبا يا أصدقائي، أنا شمس بعلمكم رياضيات أو علم الحساب. خبيت لكم شي ورا ظهري، مين بده يحذر شو هو؟ فكروا منيح وما رح قلكن. هلأ رح نسمع أغنية الأرقام كتير منيح، من بعدها رح قلكن شو في ورا ظهري، لأنه كمان في رقم لازم تكونوا بتعرفوه، فركزوا كتير كتير منيح على الأغنية حتى تحذروا شو في ورا ظهري. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى ما ما ما، أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء تجري، والعشرة هم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. My grandfather has a farm and he has animals. He works and counts them. Let us count with him. حذرتوا شو معي؟ رح خبركن هيدا سر ما تخبروا لحدا. اليوم أنا عازمة 8 أصدقاء على العشاء، 8 من أصدقائي جايين لعندي حتى يتعشوا، ورا ظهري خبيت لهم صحون تحط لهم فيهم الأكل. انتبهتوا؟ يلا يلا رح حط لهم الصحون هلأ حتى يجوا وياكلوا فيهم اشياء كتير طيبة انا حضرتها. واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. 8 صحون لأصدقائي. I have got 8 plates for my friends. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plates for my friends. كتير منيح جبت لهم 8 صحون لأنه هني 8 أشخاص. طيب شو رأيكن أعلمكن أكتر عن رقم 8 يلي هو درسنا لليوم؟ جاهزين؟ حضرتوا الورقة والقلم
حتى تكتبوا كمان رقم 8 باللغة العربية واللغة الإنجليزية أيضا، يلا عجلوا روحوا جيبوهن. بهذا الوقت رح آخذ لصحون وحضرهم جوا على طاولة السفرة حتى يجوا لعندي أصدقائي من بعد ما نخلص الدرس وناكل سوا. من بعد ما شلت 8 صحون رح خبركن هلأ عن رقم 8. أول شي رح فرجيكن ياه، هيدا رقم 8 8. This is number 8. كمان مرة، This is number 8. صحيح، رقم 8 شكله كتير حلو وسهل انه ينرسم. شو رأيكن علمكن كيف تكتبوه؟ يلا خلينا اول شي نحط حدنا على اللوح. This is number 8. طلعوا منيح، شو بيشبه رقم 8؟ فكروا اي شكل بيشبه رقم 8. انتبهوا منيح، بيشبه دائرة. صحيح، دائرة صغيرة ودائرة أكبر من تحت، دائرة صغيرة من فوق ودائرة أكبر من تحت. تعالوا لنرسم رقم 8 بالجو. جاهزين؟ منبلش نرسم دائرة صغيرة من فوق ودائرة أكبر من تحت. بس هلأ رح أعلمكم كيف تكتبوه على الورقة. أول شيء دائرة صغيرة من فوق ودائرة كبيرة أكبر من تحت. هلأ مشوا معي مزبوط وشوفوا كيف ما بدنا نشيل إيدنا عن الورقة تنكتب رقم 8. نحط نقطة مثل العادة، منبلش منعمل دائرة بس ما منسكرها، مننزل لتحت منعمل دائرة أخرى منسكرها ومنطلع منسكر الدائرة الصغيرة. انتبهتوا كيف؟ رح عيدها على مهلي. نقطة، كأنه عم برسم دائرة صغيرة، برسمها بنزل لتحت ما بكمل الدائرة، هلأ بعمل دائرة كبيرة وبطلع تكفي الدائرة الصغيرة، وهيك بصير عندي رقم 8 number 8. سهل ما هيك؟ يلا جربوه عندكن على الورقة. منحط نقطة، منجرب نرسم دائرة صغيرة بس ما منكفيها، مننزل لتحت منلف نرسم دائرة كبيرة ومنطلع لفوق، وهيك بصير عنا number 8. أما إذا بدنا نتطلع ونعمل رقم 8 شي حلو، تعالوا نفكر شو فينا نعمل برقم 8. أنا عرفت، فينا نعمل رجل ثلج. منحط له عيون، منحط له المنخار، منحط له التم، منحط له هون شيل لأنه في برد، بصير عنا رجل الثلج. شو رأيكم نحط له كمان قبعة؟ قبعة، صار عنا رجل ثلج. طيب شو كمان فينا نعمل برقم 8؟ فينا نعمل طائر البطريق. ما قلنا غير نعمل دائرة من تحت ومنعمل دائرة صغيرة وعينتين كمان، نعمل له ايد هون وايد هون، بصير عنا طائر البطريق. شفتوا؟ كمان رقم 8 بذكرني بوجهين عم يبتسموا، تو سمايلي فيسز، واحد فوق واحد تحت. حلو ما هيك؟ فينا نحط له شعرات
حلو رقم 8، بذكرنا بكتير اشياء حلوة. طيب منشوف كيف رقم 8 بينكتب باللغة العربية. كمان كتير سهل، رح انتقل لهيدي الجهة تكتبه باللغة العربية. تتذكروا رقم 7 كيف فاتح تمه لفوق لحتى تنزل المي ويجي الشي طيب لياكله هيك لفوق؟ 8 بالعكس هيك لتحت، عكس رقم 7. شوفوا كيف؟ إذا هيدا رقم 7 هيك هون، 8 كأنه برمت، كأنه قلبت وصارت. هيدا مش رقم 8، هيدا رقم 8. رح أعلمكم كيف تكتبوه. منحط نقطة، من هيدي النقطة نعمل خط مائل نحو اليسار، وبعدين من نفس النقطة بنعمل خط مائل نحو اليمين، بصير عنا رقم 8 بالعربي. كمان مرة منحط نقطة، مننزل بخط مائل نحو اليسار، بنرجع منطلع على نفس النقطة ومنعمل خط مائل نحو اليمين، وهيك بصير عنا رقم 8. سهل ما هيك؟ حفظتوه منيح؟ صرتوا تعرفوا تكتبوه بالأجنبي وبالعربي، باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. This is number 8. هذا رقم 8. انتو كتير شاطرين وأنا فخورة فيكن. وعتنسوا رقم 8، ذكروه وانتبهوله منيح. بدرسنا اليوم عم نتعلم عن رقم 8 أو number 8. وهلأ شو رأيكن ضم رقم 8 على مجموعة الأرقام يلي تعلمناها بالفترة الماضية؟ ومثل ما منعرف number 8 بيجي مباشرة من بعد number 7. رقم 8 بيجي مباشرة من بعد رقم 7. Number 8 comes right after number 7. رح حط رقم 8 حد رقم 7. وهلأ صار فيني عد من الصفر لل 8، من الزيرو لل 8. خلينا نجرب مع بعض مرة جديدة. حضروا حالكن، افتحوا تمكن منيح. جاهزين؟ 1 2 3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8. هلا رح نعدهم مع بعض باللغة العربية. 0 1 2 3 4 5 6 7. ورح نرسم رقم 8 بعكس رقم 7. عظيم. ما تنسوا انه باللغة الانجليزية منبلش من اليسار الى اليمين، اما باللغة العربية فنبدأ من اليمين الى اليسار. اتفقنا؟ كتير منيح. بما انه اليوم عم نحكي عن رقم 8 number 8، خلينا نفكر شو في شي حيوان عنده مثلا 8 عيون؟ أكيد لا. في شي حيوان عنده 8 أفواه؟ كلا. طيب في شي حيوان عنده 8 بطن؟ كلا. رح قلكن شو، في حيوان مائي بيعيش بقلب المي عنده 8 أذرع.
8 ايدين، تخيلوا 8 اذرع. اسمه الاخطبوط. شايفينه شي مره؟ سامعين فيه؟ رح ارسم الاخطبوط وبعدين رح خبركن شويه معلومات علميه عنه. هو عباره عن راس ورح اعمل له 8 اذرع. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. الأخطبوط عنده عدة ميزات، مثل ما قلت لكم عنده 8 أذرع، بس كمان عنده أشياء تانية حلوة بتميزه عن الحيوانات التانية. مثلا الأخطبوط بيقدر يتحول لأشكال عديدة لعدة أسباب. يعني مثلا إذا كان هو بخطر وحس إنه في شيء بده يأذيه، ممكن يحول شكله أو لونه مثل الصخرة، والحيوان اللي جاي يفترسه بشوفه بفكره صخرة بيمرق عنه وما بيأذيه. ومرات كمان الأخطبوط بيتغير شكله لحتى هو يروح ويفترس ويجيب أكل لحاله. هيدا ميزة حلوة كتير عند الأخطبوط. ومش بس بيتغير شكله، مثل ما قلت لكم كمان لونه بيتغير. الأخطبوط عنده 3 قلوب، مش قلب واحد، 3 قلوب. واحد، اثنين، ثلاثة. 3 hearts. The octopus has 3 hearts. يعني واحد منهم بخليه يعيش، واحد من هول القلوب بخليه يعيش، والقلبين الباقيين بيساعدوا الدم انه يمشي بجسمه. الأخطبوط ما عنده عمود فقري أو عظم مثل ما نحن عنا، وهذا الشيء بخليه يتحرك ويغير شكله بطريقة أسهل. بعدين الأخطبوط بيسمع بس ما عنده دينين. والأخطبوط نظره كتير قوي، بيقشع، بشوف كتير منيح. شو رأيكم هلأ نعد الأذرع تبع الأخطبوط مرة جديدة؟ كم ذراع عنده؟ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. صديقنا الأخطبوط علمنا كتير أشياء جديدة وحلوة عنه اليوم. خلينا نعيدهم بسرعة. الأخطبوط عنده 8 أذرع، عنده 3 قلوب، ما هيك؟ ما عنده عظم، وبيقدر يغير شكله ولونه. ما عنده دينين، بيسمع أشياء مختلفة عنا، عن الأشياء اللي نحن بنسمعها، وبيشوف كتير منيح، نظره كتير قوي. صديقنا الأخطبوط رحبنا فيه اليوم بحلقتنا. طيب شو رأيكم نغني عنه غنية مثلا؟ هيك منتذكر رقم 8 ومنتذكر بعض المعلومات عن الأخطبوط. الغنية الصغيرة بتقول: هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، وما عنده دينين. تسمعوها؟ اسمعوا منيح. هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، ما عنده دينين. 1, 2, 3, 4,
خمسة ستة سبعة ثمانية. هاي حلوة؟ حلوة هالأغنية؟ يلا جربوا قولوها معي. رح أذكركن بكلماتها. هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، وما عنده دينين. جاهزين؟ يلا. هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، ما عنده دينين. 1 2 3 4 5 6 7 8. هي حبيتوها للغنية؟ حفظتوها؟ رح ذكركن بكلماتها. بتقول هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، وما عنده دينين. شو رأيكن نرجع نعيدها كمان مرة مع بعض؟ علوا صوتكن كتير. جاهزين؟ 1 2 3. هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، ما عنده دينين. 1 2 3 4 5 6 7 8. هي هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، وما عنده دينين. 1 2 3 4 5 6 7 8. هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب، وما عنده دينين. 1 2 3 4 5 6 7 8. هل هذا رقم 8؟ نعم صحيح. هل هودي 8؟ نعم صحيح. هل هودي 8؟ كلا. هل هودي 8؟ نعم صحيح. لحتى نتذكر رقم 8، بدي أعرفكن هلأ على جيرانه للأخطبوط بقلب البحر. تعرفوا شو بيعيش بالبحر كمان؟ عرفتوا؟ شاطرين؟ سمك أكيد، في كتير أنواع من السمك. أنا حبيت أرسم سمكات صغار وحطهم جنب الأخطبوط حتى قلكن إنه هن كمان بيعيشوا معه بالماء. وأنا وياكن رح نعد كم سمكة فيه. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كم سمكة في حد الأخطبوط؟ 8. خلينا نعدهم. 1 2 3 4 5 6 7 8. How many fish do we have? 1
two, three, four, five, six, seven, eight. بشو ذكرنا رقم 8؟ مزبوط، بأذرع الأخطبوط، كمان مثل ما قلنا عنده 8 أذرع. صحيح، رقم 8 كتير مهم وكتير منشوفه بالأشياء والطبيعة يلي من حولنا. انتبهوا له، وانتو هلأ صرتوا تعرفوا تعدوا كتير منيح، صرتوا تعرفوا شكله كمان بالعربي وبالإنجليزي، ما هيك كتبتوه عندكن على الورقة. أكيد بدي إياكن تفرجوني، شو رأيكن تعلوا دفتركن هيك لشوفوا؟ يلا بس قول عد للأربعة، بتعلوا دفتركن بتفرجوني خطكن. 1 2 3 4. شو حلو يلي منكن كتبوا، خطن كتير حلو. في أشخاص بيناتكن عم يجربوا يكتبوا، ما تخافوا، لأنه كلنا منبلش أول شي منبتدي بشكل بسيط وخفيف، يمكن ما تزبط معنا كل الحروف والأرقام، بس شوي شوي مع الوقت لما نصير نتدرب أكيد بتصير الأرقام تزبط معنا وتطلع كتير حلوة، والخط بيكون كمان كتير حلو. وهلأ بدي أطلب منكن اوعى تنسوا الأرقام، خاصة رقم 8 number 8، اوعى تنسوه، ذكروه كتير منيح. لحتى تتذكروه رح ارجع اترككن هلأ مع أغنية رقم 8 والأخطبوط اللي تعلمناها من شوي، ومن بعد هيدي الأغنية رح تكون خلصت حصتنا لليوم، وأنا رح ودعكن وأكيد رح حضركن درس جديد بالحصة اللي جاية. انطروني وحضروا حالكن منيح، باي. هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب وما عنده دينين. 1 2 3 4 5 6 7 8. هيدا الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب وما عنده دينين. 1 2 3 4 5 6 7 8. هي.